السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده مع اسامه. بعد معركه بل معارك اوروبيه، الحقيقه يعني وجبه كرويه دسمه. انا ما طلعتش بعد مباراه ريال وتشيلسي ومباراه النهارده السيتي واتلتيكو، دي المباريات اللي انا شفتها. طبعا ما شفتش بايرن على اني كنت متوقع ان بايرن هيعدي فيا ريال، زي ما توقعت الطبيعي جدا ان ليفربول هيعدي، وعدى فعلا. يمكن تعادل النهارده 3-3 ونتيجه الذهاب كانت 3-1، لكن البايرن يخرج في وقت قاتل امام فيا ريال، وفيا ريال بيحقق مفاجاه كبيره جدا وبيصعد لمواجهه ليفربول. هذه هي كره القدم يا صديقي. ريال مدريد كان قاب قوسين او ادنى من الخروج. الحقيقه مباراه ريال مدريد وتشيلسي كانت ممتعه جدا، وبالنسبه لتشيلسي قدم كل ما لديه. توخيل عمل كل شيء ممكن يعني يحصل في كره القدم، قدروا يسجلوا 3 اهداف في ريمونتادا، ولكن اتعمل ريمونتادا. الثلاث اهداف كانوا ممكن يكونوا 4 لولا سوء الحظ لالونسو والكره اللي لمست ايديه. وبعد بعد الثلاثه قدر يعمل ريال مدريد ريمونتادا مبدئيا، وصل لنقطة مباراة الذهاب وهي 3-1 عن طريق وش رجل عمرو السولية. يعني هو ده لوكا بيقدم تابلو فني غير طبيعي في لحظة إبداعية من وجهة نظري. ريال مدريد لم يحضر المباراة، هي لحظات إبداعية بعض التوفيق. عنده كريم بنزيما، عنده كورتوا، عنده بعض الحظ. انا عارف ان المدريديين هيزعلوا او المدريديستا هيزعلوا، ولكن كان في توفيق بالتاكيد، لان بوليسيتش بعد حتى ما قدر ريال مدريد يسجل هدف في الوقت الضايع ولسه المباراه في 90 دقيقه بيضيع فرصتين او كرتين. كان ممكن لو في كواليتي عالي زي بنزيما مثلا كان يقدر يسجل هدف وكان يطيح بالريال، وده لا يمنع ان الريال له شخصيه بالتاكيد، وهو افضل فريق في العالم يمتلك شخصيه البطل، بل هو الفريق المستفز اللي بيضاهيه في افريقيا النادي الاهلي في الاستفزاز، ان انت ما تضمنش ابدا ان انت قطعت بيه الا مع صفاره النهايه. وفي الاكسترا تايم كريم بنزيما بيسجل هدف وبيصعد ريال مدريد، وربنا يعني يحرمنا من زيطة المدريديستا الماتش الجاي، عشان احنا مش عاوزين ريال مدريد ياخد دوري ابطال اوروبا، عشان احنا بنحاول نحصله في البطولات القاريه، ومش عايز المدريديستا يزعلوا مني. على الجانب الاخر، النهارده سيميوني بيلعب 20 دقيقه مرعبه من اصل 190 دقيقه، لو اعتبرنا مفيش وقت ضايع تم في مباراه الذهاب. السيتي لعب 90 دقيقه سيميوني مفيش اي رد فعل، 70 دقيقه او 80 دقيقه سيميوني مفيش رد فعل، في 10 دقائق وقت بدل ضايع تقريبا، كان في 20 دقيقة مرعبة، وأوبلاك حرم السيتي من تسجيل الهدف على عكس سير ال 20 دقيقة، وكان عاوز سيميوني يصعد. وطبعا كان في شد وجذب كتير وخناقات، وانا بشوف ان ده خطاب للجماهير مش اكتر، ولكن السيتي صعد وفي امكانية عدم لعب كانسيلو عشان خد الانذار الثاني من امام ريال مدريد، ولكن كانت مباراه صعبه جدا على السيتي، ولكن هنشوف مواجهات قويه جدا. شوف انت بتحب مين ياخد البطوله دي، انا عايز اي حد غير الريال، وعشان كده قلت هيجي الريال ويحقق المفاجاه، برغم ان انشيلوتي يعني يحمد ربنا قوي على كورتوا، وفارق الامكانيات ما بين كورتوا وما بين ادواردو مندي اللي عقدنا، او احنا اصلا لم يعني ما حاولناش معاه عشان نقول ان هو عقدنا، هو بالامانه احنا ما حاولناش مع مندي. مندي من وجهه نظري بيتحمل مسؤوليه كبيره جدا جدا من مباراه الذهاب وحتى مباراه العوده. الكره الهدف الاول لريال مدريد كان ممكن يتعامل معاه على طريقه الكره اللي اتعامل معاها كورتوا، او الكرات الكتير اللي اتعامل معاها كورتوا في مباراه الذهاب، فالكواليتي بيفرق جدا. وتوخيل هارد لك ومبروك للمدريدستا من وراء قلبي. نروح بقى لكره القدم المصريه، النقله صعبه عليكم صح؟ انا عارف والله، بس احنا دايما اللي بيخلينا نحس ان النقله مش بعيده ان احنا بنحب النادي الاهلي يا عم. فطالما بنحب النادي الاهلي فنتكلم عن النادي الاهلي اللي اصدر بيان النهارده. يعني من ضمن البيانات اللي تم اصدارها تجاه لجنه الحكام بقياده الكابتن عصام فتاح، والنادي الاهلي حط 5 نقط واضحين. انا اكتر نقطه وقفت عندها هي النقطه الرابعه. النقطه الرابعه هي مش من حق النادي الاهلي، ولكن فكره ان النادي الاهلي يطالب بيها، فالنادي الاهلي بينور لمبه كده في النقطه دي. النقطه اللي بتقول ان يعني يتم السماح للانديه بانها تستمع لتسجيلات غرفه الفار وما يجري اثناء الحالات التحكيميه الحرجه. احنا عايزين نسمع ايه اللي بيدور ما بين حكم الفيديو وحكم الساحه.
الثنائيه اللي بتتواجد دي ايه اللي بيتم بينها لما بيجوا يتجاهلوا ركله جزاء للنادي الاهلي؟ هل ده نوع من انواع التشكيك لا سمح الله في ذمم الحكام؟ ما اعتقدش. انا اعتقد النادي الاهلي عاوز يعرف هو ازاي الامور دي بتدار او بروتوكول الفار بيدار داخل غرفه تقنيه الفيديو وحكم الساحه، لان النادي الاهلي في نقط اخرى في البيان بيطالب في النقطه الاولى ان يكون في خطه واضحه لتطوير التحكيم المصري، وده اللي اتكلم عنه الكابتن عصام فتاح وعمل عنه مؤتمر صحفي النهارده هنتكلم عنه الكابتن عصام فتاح بالتاكيد بعد البيان ده. والنقطه الثانيه بتتكلم في فكره ان النادي الاهلي عاوز خبير تحكيم اجنبي يجي يحاضر الحكام المصريين لرفع مستواهم ويعيش معهم فتره طويله وفترات معايشه طويله، وده طالبنا بيه كتير. كمل على ده كمان نقطة، كل ده يخص التحكيم المصري وتطوير التحكيم المصري، ان مرتبات التحكيم المصري تزيد وبالتالي يبقى الحكم مركز في شغله بس، مش بالنهار في الوظيفة واخر النهار جاي يلعب مباراة 90 دقيقة ياخد من وراه قرشين، لا اديله مبلغ كويس، مبلغ محترم فيركز في ده، فيقدر ياكل كويس، يقدر يتدرب كويس، يشتغل على اللياقة البدنية كويس، يبقى ذهنه صافي للمباراة، يقدر يحكم. وموضوع بقى الانتماء ده نحاول نتغلب عليه في نقاط تانية اخرى، ولكن خلينا الاول يكون جاهز ان هو يحكم مباريات بغض النظر عن الانتماء والهويه اللي ساعات بتاثر عليه. والنقطه الخامسه ان النادي الاهلي بيطالب بتحكيم اجنبي من بدايه المباراه الجايه في المباريات اللي يختارها النادي الاهلي. انا اتمنى ان النادي الاهلي يكمل بتحكيم اجنبي، هتقول ان ده مش عداله كامله لان المنافس هيلعب بتحكيم مصري وبالتاكيد اخطاء تحكيميه بتصب لصالح المنافس في كثير من المباريات. هقول لك على الاقل اديني نصف العداله بتاعتي، اديني عداله تحكيميه وانا اقدر ان بادائي وبعدد نقاطي وفي خلال العداله التحكيميه ان انا اتغلب على المنافس وبعض المجاملات اللي ممكن تحصل له. السنه اللي فاتت او الموسم الماضي لو حسبت الاخطاء التحكيميه اللي حرمت النادي الاهلي من نقاط والاهلي بس خد نصها وسبت المنافس بالمجاملات التحكيميه بالنقاط اللي خدها بسبب اخطاء تحكيميه برضو الاهلي كان هياخد الدوري. فيهمني ان انا العب في عداله تحكيميه، ربما التحكيم المصري يغار من التحكيم الاجنبي ويمنح عداله تحكيميه على كل المباريات وعلى كل المتنافسين ويبقى في تكافؤ للفرص. النادي الاهلي بيطالب كمان ان التحكيم الاجنبي يكون من الليفل 1 الاعلى، المستوى الاعلى. نتمنى ده يحصل، ولو في امور ماديه وان الاهلي طالب اكتر كان يهمني ان الاهلي طالب ايضا بزياده عدد الجماهير، فزياده ساعه الملعب، فزياده اللي هو ساعه الحضور، فزياده الدخل المادي، فنقدر اننا نجيب تحكيم اجنبي لكل مباراه. والنادي الاهلي مش بحاجه يعني لفكره ان يزود عدد الجماهير حتى عشان يعني يستخدم تحكيم اجنبي، ان الاهلي من الانديه الغنيه في مصر الحمد لله. لكن ليه النادي الاهلي طالب بفكره ان نسمع ايه اللي بيدور في غرف تقنية الفيديو عشان اللقطات اللي زي دي؟ ده الكابتن محمد عادل مع مين؟ مع الكابتن ابو جبل في مباراة الزمالك وفاركو، احضان ويعني ابتسامات ونكات ومع طارق حامد ومع وشوف ابو جبل بيقولوا ايه ومع كابتن ايمن طاهر. انا ما عنديش مشكلة ان تكون الامور دي والروح الطيبة بين كل الفرق وبين كل الرياضيين، لكن اللقطات دي انا بشوفها اوفر شويه. طب بغض النظر عن انها اوفر شويه وانها كمان لفريق الزمالك مش للاعيبي فاركو مثلا، وان الصداقه دي مع لاعيبي الزمالك مش مع لاعيبي فاركو مثلا، وان انت المفترض امام الكاميرات كحكم تبقى داخل على الحياد من الجميع، ما يبقاش فيه احضان هنا واحضان هنا، شفناها مع ابراهيم نور الدين وباسم مرسي، والنهارده بنشوفها محمد عادل وابو جبل. ابو جبل مين؟ اللي في مباراه القمه الشهيره 5-3 مباراه الاحتواء اتكلم مع محمد عادل واتهمه في ذمته وفي ضميره، قال له انت عاوز المباراه تخلص كام وريحنا، ومع ذلك دلوقتي بيتاخد بالاحضان. فبالتاكيد لما تيجي تقول اي احتواء، احتواء في انذار، احتواء في طرد، احتواء في اعتراض، مش هيطلع، ده في احضان وقبلات قبل المباراه وفي خاصه بنادي الزمالك ومش خاصه بنادي فاركو، وعشان كده بينزل الحكم احيانا مش مركز واحيانا بيكون يعني سيكولوجيا كده رايح لسكه الفريق الثاني. انا مش هكلمش في ذمه حكم، لكن بقول اللقطات دي ما ينفعش انها نشوفها في الملاعب اطلاقا، خاصه لما يكون في علامات استفهام كتير على التحكيم المصري، خاصه لما يكون في علامات استفهام كبيره على حكم بعينه اتكلم عن نقطه الاحتواء وهو الحكم محمد عادل، مع ابو جبل اللي اتهموا ان هو
بيخالف ضميره في تحكيم امرأتها. بنقي المصطلحات والله. لكن في نقطة كانت برضو يعني بتخلينا نقول ان الحكام مش مركزين ليه. فاول لنادي الزمالك على حدود ال 18 امام منطقة جزائه. حصلت خناقة، حصل شد وجذب مع امام عاشور، الكرة راحت بعد كده اتلعبت بسرعة جدا. بس الغريب انها وهي بتتلعب ناس من الاجهزة الفنية والادارية والعلاج نازلين واقفين في ارض الملعب وبيتفرجوا على المباراة من ارض الملعب، وطارق حامد عادي جدا بيمرر الكرة اعتقد لسيف الجزيري، وسيف الجزيري بيكمل. صورة واضحة يعني كوميدية، دي صورة كوميدية. الصورة الكوميدية الاخرى ان هو بقى لما محمد عادل قرر يرجع الفاول ما قررش يتلعب من مكانه، يعني طارق حامد المفترض كان يلعب الفاول من حدود 18، فجاء في الزحمة لعبه من على خط الوسط او من ايه دايرة الوسط في ملعب الزمالك. لما جاء يتعاد اتلعب بقى من ايه نص ملعب فريق فاركو. فعادي جدا الامور دي ما بناخدش بالنا منها مع الكابتن محمد عادل. ولما بنيجي نتكلم الكابتن عصام عبد الفتاح بيزعل وبيقول الكلام ده. من الاعلام من العوامل الاساسيه بتاعه تطوير التحكيم في اي بلد، لان النبض البناء دايما بيلفت نظر لجنه الحكام ممكن لبعض التاديه بعض النقاط اللي محتاجه تطوير. انما القله القليله طبعا لا تتجاوز 5% اللي هو الاعلام الملون، اللي هو الحقيقه للاسف ليه تأثير كبير جدا على التعصب اللي احنا بنعيشه، وعلى إظهار بعض السلبيات اللي غير موجودة على الإطلاق للأمانة. وأنا صايم بقول لحضرتك إن الحقيقة التحكيم مش شكل كويس جدا. شكل كويس بنسبة أنت راضي عنها بقد إيه؟ بنسبة كبيرة، لأن الماتشات اللي فاتت مفيش تأثير على فرق المباريات. الكابتن عصام عبد الفتاح مشكلته مع الاعلام الملون، الاعلام الملون اللي هو الاعلام المنتمي لاما اما النادي الاهلي او نادي الزمالك، ومع ذلك قناتين، قناه الاهلي قناه الزمالك، وبيتكلم عنهم ان هم 5% من الاعلام. طب ماشي، هم يعني اللي بيثيروا التعصب، وجهه نظر، هم اللي كمان بيوضحوا السلبيات اللي هي مش موجوده. يا كابتن عصام عبد الفتاح، مفيش اخطاء تحكيميه اطلاقا خالص. طب سيبك من القنوات الفئويه يا كابتن عصام عبد الفتاح، وسيبك من القنوات اللي هي اهلي وزمالك، برغم ان احنا عندنا في قناه النادي الاهلي بنستعين باراء خبراء التحكيم، ده رقم واحد. رقم اتنين، اعتقد ان انت ما تقصدش ابدا قناه نادي الزمالك، لانك بتعمل مداخلات في الراديو مع خالد الغندور اللي بيتكلم عن التحكيم اكتر ما بيتكلم عن نادي الزمالك، اكتر ما بيتكلم عن حياته الشخصيه، اكتر ما بيتكلم عن اي حاجه خالص يا كابتن عصام عبد الفتاح. بس انت شايف ان هو كويس. المشكله عندنا هنا في الجانب الاهلاوي او في الجانب الاحمر. طب ايه رايك في القناه المحايده قناه اون تايم سبورت؟ طلع الكابتن جهاد جريشه وقال ان النادي الاهلي له ركلتين جزاء وفي حالة طرد يا كابتن جهاد، على عكس الكلام اللي قاله الكابتن احمد الشناوي، اللي خلاص بقى واضح للجميع ان الكابتن احمد الشناوي بقى بيطلع الاستوديو التحليلي عشان يحسن من صورة التحكيم المصري. وعشان كده اختفاء كابتن سمير عثمان بالامانة احنا مفتقدينه، لان الراجل ده انا لا اذكيه على احد، بس بشوف ان هو بيقول كلمة حق ممكن نختلف معاه، نتفق معاه قرار تحكيمي، بس واضح جدا في مصطلحاته. وبيأتي معه الكابتن جمال غندور اللي ايضا ما بيناش نشوفه تقريبا، يعني الكابتن سمير عثمان في قناة سعودية والكابتن جمال غندور في بين سبورت على ما اعتقد. فبالتالي افتقدنا لفكرة ان احنا نحط التحكيم او نصحح من مفاهيم التحكيم ونوضح الاخطاء التحكيمية، لان الكابتن احمد الشناوي كل الحكام حلوين، كلهم كويسين، انت حلو وانا حلو، وتقريبا الكابتن احمد الشناوي اتعدى. طيب جبنا الكابتن جهاد جريشة مع الكابتن سيف زاهر، قال ان النادي الاهلي له ركلتين جزاء وله طرد مستحق لفريق اللاعب فريق المصري ضد محمد شريف. الكابتن عصام عبد الفتاح هيعديها كده؟ الاهلي والمصري احد القنوات حللوا تحليل مفيش اي اخطاء تحكيميه، تلاقي ناس ثانيه بتطلع تتكلم ان هناك اخطاء. طب بتصدقي مين؟ ناس ثانيه مين؟ ناس ثانيه يعني حكام سابقين ولا ناس ثانيه؟ حكام ثانيه يعني محللين تحكيم اخرين. من احنا في مصر كل من هب ودب بيحلل التحكيم. في ناس محترمه بتحلل، ناس مؤهله، فاحنا اتحاد الكره الحقيقه والاستاذ جمال علام في جلسه معايا اقترحت ان احنا نعمل دوره لمحللين الحكام ونجيب خبراء اجانب هم اللي يقوموا بهذه الدوره، مش احنا طبعا عشان احنا نكون محللين، ونشوف مين اللي هو الخبراء دول، نشوفوا مين اللي يستحق ان يكون محلل.
الكابتن عصام عبد الفتاح عايز يقول من الاخر ان الكابتن جهاد جريش عايز يمسك مكاني وفي خلافات دايمه بينا، فهو عشان كده طلع قال نفس الكلام. طب يا كابتن عصام احنا احترنا نريحك، ده ما طلعش في اعلام فقوي، ده طلع في الاعلام اللي بيطلع فيه الكابتن احمد الشناوي، بيطلع في قناه اون تايم سبورت القناه المحايده. فانت لو جبنا راي من قناه اون تايم سبورت تطلع، او لو قلنا راي من قناه الاهلي وكابتن ناصر العباس هتقول لا اصل ده اعلام ملون، نستبعد الراي ده، نروح للقناه المحايده نجيب لك الراي منها تقول لا اصل الشخص ده منافسن. يعني المهم ان انت هتطلع مشكله في الموضوع بعيده خالص عنك وبعيده عن الحكام، برغم ان انت قبل ما تنضم وتبقى رئيس لجنه الحكام بشكل رسمي، ونحط 3 4 10 12 خط تحت بشكل رسمي، يعني انت بتدير واسمك في الصوره، كنت بتدير واسمك مش في الصوره، كنت بتطلع تقول ان في اخطاء تحكيمية وانا مش راضي عن التحكيم حتى بنسبة 10%، كنت وقتها راجل محتاج ان انت تقعد على الكرسي. عشان كده شايف كابتن جهاد جريشة عاوز يقعد على الكرسي، موضوع صعب جدا وفي كمية تناقض غير طبيعية وبيؤدي لحالة او نتيجة واحدة فقط لغير فشل لفشل. ليه بقى؟ لان انت مش شايف اخطائك ومش شايف مشاكلك ولا مشاكل حكامك. النقطة الاهم ان الكابتن عصام عبد الفتاح بيعترف ان هو اصبح غير وطني. فين الوطنية يا كابتن عصام؟ كابتن عصام عبد الفتاح لما طلبنا بخبير تحكيمي يكون رئيس لجنة الحكام طلع قال كل من يطالب بخبراء او بخبير تحكيمي يدير لجنة التحكيم فهو غير وطني. متخيلين؟ برغم ان فنجادة كان مدير فن اجنبي، برغم ان كارلوس كيروش كان مدير فن اجنبي، دلوقتي هو بيقول هنجيب خبراء اجانب عشان الحياد يعلموا حكامنا. كمية تناقضات مع عصام فتاح مش هتلاقيها حتى في القنوات الفضائية. نشوفكم على خير، والاهلي دائما منتصرا، الاهلي فوق الجميع.